خالد محمد، طالب كلية طب أسنان في جامعة الجلالة. أنا كنت في الباص أعمل حادثة امبارح، وأحكي لكم بالظبط اللي حصل. أنا كنت طالع من الجامعة زي كل يوم، المفروض إن في باص 14 راكب بيحمل. خارج من الجامعة اليوم ده كان في باص 50 راكب، اللي هو اللي عملنا في الحادثة. بعد ما ركبنا وحمل ومشينا نمت 10 دقايق، صحيت على صوت صويت وكده إن في ريحة شط في الباص، وكان في واحد فتح الباب الخلفي اللي في الباص فتحه. كنا بنقول للسواق إن يقف وكده، ده في ريحة شط، وبيقول لنا لأ ده عادي. بس الظاهر كده إن الفرامل كان فيها مشكلة، وهو عارف كده بس مرضيش يقول. جينا عند منعطف كده، هو خده من الباص اتقلب بينا 3 مرات. أنا طبعا أنا كنت الجانب اللي مش اللي اتقلب فيه، يعني أنا كنت الجانب التاني. الحمد لله عرفت أخرج، في ناس كتير مخرجتش واللي توفى ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر عليهم. حرفيا أنا وخمسة بس اللي طالعين، يعني يمكن كده مات بس وكده. الحمد لله عملت أشعة، الحمد لله طلع كسر بس في الضلع التامن. دي مش حاجة بالنسبة للي أنا شفته، المشاهد اللي أنا شفتها. ربنا يكون في عونهم بجد، ربنا يكون في عونهم. السلام عليكم، أنا طالب كلية تمريض جامعة الجلالة، وأنا جاي أتكلم النهاردة عن الحادث اللي كل الناس بتتكلم عنه. فبطبيعة الحال أي باص، عربية، موتوسيكل نازل على منحدر نازل من حته فوق لتحت هيدوس فرامل. الباص كان كبير جدا، وزنه تقيل جدا، وكان فيه طلبه كتيره جدا. الباص فرامله ما استحملتش، والله اعلم، ولكن ده على كلسان طالب طلع سليم من الباص الحمد لله. ان الباص كان ماشي مستعجل وكان نازل على المنحدر وجه يدوس فرامل، الفرامل اتقطعت. ما كانتش مقطوعة، لكن اتقطعت من الوزن التقيل بتاع الباص. الفكرة ان بسبب عدد الطلبة الكبيرة جدا في القرية دي، وبسبب الضغط الكبير جدا على الشركة دي، الشركة بتضطر ان هي تتقل على السواق، روح بسرعة وارجع بسرعة، وتخلي مثلا يركب كم واحد زيادة فوق العدد عشان ننجز ونوصل ونرجع ونروح ونيجي. الفكرة بقى ان اقرب مستشفى لينا هنا مستشفى السويس بعيدة 2 ساعة تقريبا او 1.5 ساعة. فالطلب مننا ان اي حد في تمريض او طب ينزل يروح على مكان الحادثة بمية واسعافات اولية ويحاول يسعفهم. انا كطالب في سنة تانية ما خدتش اي حاجة ليها علاقة بتمريض الكوارث او الحوادث، خدت بس حاجة بديهية جدا، ما قدرتش اتصرف تصرف قوي. بس بصراحة قدرت اتصرف مع الحالات البانيك اتاك والصدمة. ليه؟ لأن حالات البانيك أتاك والصدمة من المنظر كانت أكبر بكتير من عدد الوفيات، لأن في طلبة كتيرة جدا راحت على مكان الحادثة أضعاف 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 الطلبة اللي كانت في الباص. ولما شافوا المنظر حصل حالات إغماء وحالات هلع وحالات صدمة عصبية. وإحنا كنا كذا طالب مثلا في تمريض، كان في واحد فينا كان شغال كويس جدا، كان بيسعف الناس كويس جدا بكل ما اوتي من قوة حرفيا، وفجأة جاله صدمة عصبية، انهار وجاله تشنجات ومبقاش قادر ياخد نفسه، وكان بيسعف الناس، وبعدها بدقيقة راح معاهم في الاسعاف للمستشفى لانه جاله صدمة عصبية، واتنقل على المستشفى معاهم وهو كان بيسعف. الفكرة ان الاسعاف كان موجود، المطافي كانت موجوده، الجرارات اللي عدلت الباص كانت موجوده، كله كان موجود. بس الحادثه كانت ضخمه بشكل مرعب. الباص ما استحملش المنزل ده او المنخفض او المنحنى ده، فلما داس فرامل الفرامل ما استحملتش وزن الباص فاتقطعت. ايا كان انا ما بتهمش اي حد، بس ده يعتبر اهمال. واحنا كطلبه احنا حقنا ضايع
في الموقف ده بصراحة بكل الطرق، كل شوية حد يطلع يخلي مسؤوليته. الحادثة حصلت الساعة 4 العصر، دلوقتي الساعة 3:18، احنا لحد دلوقتي الطلبة اللي راحوا على الحادثة وراحوا على مستشفى ورجعوا تاني على السكن احنا ما نمناش، ما حدش فينا نام لحد دلوقتي، كلنا صاحيين عشان لو حد احتاج اي حاجة، لان احنا كنا بنساعدهم في الموقع بتاع الحادثة، ولحد دلوقتي اي طالب مصاب هنا في السكن بيطلبنا بنروح له، كلنا لسه صاحيين، رحنا عشان نتبرع بالدم، ساعدنا، جبنا حاجات، رحنا وجينا بعربيات على حسابنا وطلبنا حاجات وجبنا اسعافات اوليه وميه وايا كان على حسابنا. انا ما بقولش ان الجامعه ساعدتنا، والجامعه بعتت لنا عربيات، والجامعه بعتت لنا دكاتره، والجامعه بعتت لنا حاجات كتيره جدا، بس احنا تحت ضغط نفسي رهيب ومناظر صعبه، وشغل اللي احنا عملناه النهارده ده يعني يعادل ال4 سنين بتوعنا بالامتياز. انا ما عملتش شغل كبير خالص النهارده، ما اشتغلتش ربع اللي زمايلي عملوه، بس انا ليا زميل في سنه تالته كان شغال كويس جدا وفجاه جاله صدمه عصبيه واتنقل معاهم في الاسعاف، وليا زميل تاني في سنه تالته برضه اتعامل مع اطراف متقطعه واتعامل مع جثث وشال جثث وهو في سنة تالتة. الضغط النفسي علينا كان رهيب جدا النهاردة. اليوم اتختم بإيه؟ بإن كل شوية حد يقول لنا مش شغلانتي. احنا ما نمناش، ما استحمناش، ما كلناش، ما ارتحناش، وقاعدين صاحيين عشان لو حد طلبنا ننزل له في اي وقت. احنا حد دلوقتي قلقانين مش عارفين هنروح الجامعة بكرة ازاي، عشان الشركة دي يعني بتقول لنا احنا مالنا. ضغط نفسي رهيب وضغط جسدي رهيب. الوضع ما يعني الوضع بالنسبة لنا احنا كطلبة ما كناش في الحادثة ما يقلش صعوبة بصراحة عن اللي كانوا في الحادثة فعلا، يعني الضغط النفسي كان صعب ورهيب. اللي توفاهم الله بجد رحمهم، يعني ربنا يرحمهم وربنا فعلا رحمهم. المصابين هم اللي في أصعب حال دلوقتي بصراحة، وإحنا نيجي بعدهم. يعني المصابين دلوقتي حالتهم حرجة جدا، واحنا بقى حالتنا حرجة بعدهم على طول. احنا يعني حتى لو حاولنا ننام مش هنعرف ننام. بنات وولاد النهاردة فضلنا قاعدين لحد الساعة 3 بالليل في الشارع، بنروح وبنيجي وبنعمل وعلى قلبنا زي العسل، بس كل اللي احنا طالبينه ان احنا ناخد حقنا. ناخد حقنا لايه؟ لان احنا كلنا قررنا ان احنا هنسيب القرية دي وعايزين نروح مكان تاني. المكان التاني ده عشان نروح بقى فيه إجراءات ودوشة وقرف وجو صعب، والإجراءات احنا مش عايزين الإجراءات تبقى صعبة علينا، مش عايزين نبقى خايفين واحنا راكبين عربيات، مش عايزين نبقى خايفين في شغلانتنا. يعني أنا دلوقتي كواحد داخل تمريض أنا بقيت خايف أركب عربية، وبقيت خايف أنزل المستشفى أشوف موقف زي اللي شفته النهاردة، لحد ما الدنيا ليلت علينا وسط جبال، جبال يمين وجبال شمال، والدنيا عتمة وفي دم في الأرض وناس متوفية وأكياس سودة جواها حالات وناس إغماء وناس تشنجات، والوضع وضع فعلا 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 كان صعب فوق الوصف. احنا كل اللي بنطالب بيه دلوقتي النهاردة بالذات هو الدعاء للي توفوا، والدعاء الأكتر للإصابات المصابين، وبعد كده ادعوا لنا احنا، لان احنا بصراحة تعبانين جدا جدا جدا.